بإني شوكم تكياتي حلوين كاكاتي كاكاوي شوكم سنين سهنا. أهلا بكم من جديد. وسائل التواصل فيها السلبي وفيها الإيجابي، فيها انحدار في المحتوى، حد الاستفزاز، بعض المقاطع مغزية من أشخاص يبحثون عن الطشة طبعا من خلال ألفاظهم أو حركاتهم أو حتى أجسادهم، واللي عصفت بثقافة المجتمع مع الأسف نحو التدني. هذول حصدوا ملايين المشاهدات بمحتوى هابط تحت مسمى إعلامي أو إعلامية، مستخدمين مقولة خالف تعرف. الإيجابي بالموضوع أنه وبالمقابل أصبحنا ننجذب وننشد ونبهر بالمحتوى التلقائي والعفوي المحترم رغم ندرته. طبعا وياي اليوم الأنيقة دائما نوشة، اللي خلت بصمتها في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وحتى خارج العراق، الناس تشوفها. الله وهبها محبة الناس ومحبة المتابعين بالرغم من البساطة والعفوية بالمحتوى اللي تقدمه بيومياتها وحياتها البسيطة. إذن راح نشوف نوشة شلون تتألق اجتماعيا بعفويتها. خلونا نشوف. هلا حبايبي تابعيني شوكم هالسنين إذا أني دكان أمو كمار افتيلي حلويات أم أمو كمان وياي ستيكي أسهات افتيلي مني تبس وباهو تبس أحبه. السلام عليكم، شوكم حبايب، خبركم إذا أني مسلم من عقير وسأني أسور وأتيحي وأسلي أكر دعاء، وأني وأمي وتدني اسمي عقير وسيسوفني هاي باهو باهو باي. هلا تابعيني شوكم ذكرياتي حلوين كاكاتي كاكاوي ثوكم سنين سهنا خروفتي حلو سوف خروفتي وسأنا أكل إنما أكلتي ألعاب أفرج أكل كرسات أكل كرسات تبيس تبيس هاي تبيس شوفو تبيس شوني أكل خلوفتي أباو التلفون أباو في السلون باهو هاي حلوياتي باهو وهاي دوكليت وحلوياتي هاي كيك كراسون وبسكيت وهاي كيك سوف باهو. إذن وياي اليوم الجميلة الراقية المحترمة نوشة، اللي هي زهراء غازي. شلونش زهورة؟ فين؟ لو نوشة تحبين؟ نعم زهراء. زهراء. أي. أول شيء شلون صحتك، أمورك زينة أنتي؟ أنا فين؟ زين. مرتاحة. مرتاحة. أي. احكي لي شلون بديتي أنتي وبدأت الناس يحبوك، يعني نريد رأساً نسولف لهم، شلون أنتي بديتي أول شيء نشرتي والناس حبته؟ أرسلي أول واحدة أنا صرت في إيدي حلوة أنا ما أدري عن أهلي زين صرت مرة ليا هو هاي بعدين من أخير الفيديو أهلي عرفوا صرت فيديو. سويتي أول فيديو عشان أهلك ما يدرون؟ أي. زين نشرتي مو؟ نشرتي. الناس شلون شافوا شلون تفاعلوا وياه؟ وأنا شافوا حبوا كلهم حبوا؟ كلهم حبوا. زين اكو احد مثلا بالتعليقات مرات يضوجوج؟ اي والله معقوله؟ أي. يعني اكو هيك شيء؟ اي اكو ايت واحد واحد ايت. انت بالنسبه لك ما تديرين بال مو؟ ما تدير بال. عافيه. زين شنو بعد انت اللي تقدمين اليوم للناس؟ شو عجبك انه تقدمين من محتوى؟ يعني شنو اللي تصوريه؟ أنا أحب أصور لي نظارة، ملابس رياضية، ملابس طرحة، تونات. نعم.
ايه انا اشوف من تشترين شيء ملابس وهذا دائما تنشريها تمام ايه مو ايه زين انت بشتغلتي اعلانات يعني مثلا اكو حد يطلب منك انك تشتغلين بالاعلان وياهم ايه ما كتبوني على كاد تسوي اعلانات ايه وناجحه حدا تحسين نفسك انت يعني قابله انه هيك حلو يعني قابله انت زين انت شو مفكره بالمستقبل تقدمين بعد فد شيء مختلف يعني احنا هسه الناس بدأوا تعرفك شنو ممكن تسوين شيء احلى يقومون الناس يهتمون به اكثر شنو ببالك افكار عبالي افكر لي سو فيديو بحث عمودي الناس يصفون محبون هم الناس يحبوك اصلا أي. طبعا احنا كليتنا حبينا هذه الطفله او الشابه نوشه لبساطتها لعفويتها لاسلوبها بالطرح هذا العفوي اللي كثير من الناس مع الاسف اللي دا يكونون على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بدا يطرحون يعني محتوى بائس جدا محتوى يضر بالمشاهد محتوى يضر حتى بالاطفال يمكن نوشه اليوم من استضافيناها اليوم بالبرنامج ردنا نعكس الجانب الإيجابي اللي موجود رغم بساطته اليوم إحنا كمتابعين كمشاهدين قمنا ندور على هذا هاي النماذج قمنا نبحث دائما وننبهر به هذا الشيء هو مو جديد لكن العفوية البساطة اللي تقدم بها نوشة خلت الناس تحبها نوشة ما دخلتي مدرسة بتعرفين تكتبين تقرين لو جنتي نهتم تلعفة بس أمي ما كبر بيت بس عارف أكل أرسم فنانة عني حلو ترسمين؟ إيه تحبين الرسم؟ إيه زين ليش ما تشوفينا في اليوم بمنشوراتك بمحتواك لوحاتك اللي ترسميها سويتي هيك شيء؟ سويت سويت ونسلت على تيك توك حلو إيه نسلت أنت وين حساباتك القوية تيك توك وين بعد؟ تيك توك وأنستا إيه وما بعد غيرها ما عندك بس هذول اقوى شيء مثلاني ايه شخور انت التليفون زين كل يوم تنزلين فيديو انت لو بين فتره وفتره يعني لا فتره اكو مونتاج لو انت خلص مثل ما تصوري تنزلي يعني اكو حد يساعدك بالمونتاج لا بس اني وحدي زين ماما شلون تتعامل وياك بابا اهلك شلون حبوا الفكره لو مثلا اول شيء ما كانوا يعني راضين عرفي ابوي مات الله يرحمه الله يرحمه اي امي اي نم ايه كبرتني وسويت الله يخلي لك زين تساعدك ماما بالمحتوى يعني اي ساعدتني بمثل ايش يعني تساعدك بافكار تطرحيها بالفيديوهات مالك اي نوسه سوي انتو بتسلين زين ثوري انتي ملابس زين نص ثوري كل اكل وهاي عن اثور بحتي صدق اني شفت لك همينة رايحة للجيم تلعبين رياضة هالايام اي شنو احكي لي والله نم انا مؤكد اي خفف ناني عافية وكمل سبوه نروح الجيم تروحين يومية؟ يوميا جيم أي. يعني حلوه الرياضه شويه زينه حلوه زين. نعوف الرياضه نحكي عن الرياضيات قويه أي. بالرياضيات اي مثلا يعني وين واصله مثلا حافظه جدول ضرب لو اقوى بعد لا عندك راحه اي قويه بالرياضيات يعني قويه اي زين احنا دائما نتمنى انه نشوف لك شيء جديد ما تفكري مثلا تسوي لنا فيديوهات من الطبخين مثلا تسوين طبخ مثلا اي حاولتي احاول بس اهلي ما كبرن على الطبخ اخاف علي اخافون عليك من الطباخ خلي احد يساعدك يعاونك خالتي اي وامي زين انت تعرفين تطبخين اصلا اعرف افن اطبخ مثل ايش فرن سوى ماركه فرن اي اكل بيض اي مرقه مال ايش تعرفين مربانيه من حلو. لحم باميه ولحم تمام وبعد فرسية عرسة اي فرسية خضراء ايش فاصوليا خضراء اي عافيه زين انا اليوم يعني اتمنى انه اللي دا يشوفنا اليوم نستغل هذه الطاقه الحلوه العفويه اللي هي الحقيقه بتعكس وجه جميل ايجابي يا ريت انه اي اعلانات او اي جهات تحب تعلن يا ريت يتوجهون الى هذه الشابه نوشه و خلي يساعدوها خلوها تتطور يعني خلوها يساعدوها انه تغير من وضعها
اعلانات مدفوعه ساعدوها بها. احنا في برنامج لوكيشن دائما نسعى بكل حالاتنا ان نقدم الشيء الايجابي اذا كانت مناشدات او غيرها. مو غلط اليوم اذا وجهت الكل اي احد عنده اعلان يا ريت تتوجهون الى نوشة، لان بالنهايه تستاهل، وانا متاكد راح الاعلان يضرب ويجيب مشاهدات. ها ايش قد عندك ناس تتابعك حاليا على التيك توك على الانستا؟ قولهم ناس ارقام يعني ايش قد تقريبا؟ الاف لو وصلنا ملايين من كلاس ملايين. حلو. ايه حلو زين. انا ان شاء الله اتمنى انه نلتقي بعد مرات اخرى. زين إيه. خلصت حلقتنا اليوم وياك، وانا إيه. جدا اشكرك نوشة، وان شاء الله اشوفك يعني احلى وحده على السوشيال ميديا. شكرا عمو. شكرا حبيبتي. اذا شكرا لزهراء غازي نوشة صانعه المحتوى على السوشيال ميديا، شكرا لها. ونأكد مثل كل حلقاتنا تنويه في برنامج لوكيشن، نؤكد أن حق الرد مكفول لأي جهة أو شخص أو مؤسسة يرد ذكرهم في البرنامج، وإننا لا نتبنى بأي شكل من الأشكال وجهات النظر لكل ما يطرح هنا، إنما يقتصر دورنا في عرض تلك الحالات للرأي العام. يمكنكم مشاهدة لوكيشن على قناة التغيير ومنصاتها في فيسبوك ويوتيوب. يمكنكم أيضا التواصل مع فريق الإعداد على رقم الهاتف أسفل الشاشة عبر تطبيقي فايبر وواتساب لاستقبال مظلومياتكم وقصصكم اللي تودون طرحها في برنامج لوكيشن لحق الرد، أيضا نفس رقم الهاتف. شكرا لكم، نلتقيكم في حلقة قادمة من لوكيشن. إلى اللقاء.